خلونا نروح دلوقتي لمدينة الغردقة اللي بتشهد تنظيم أو شهدت تنظيم حفل ختام بطولة مصر الدولية للسياحة الرياضية لكرة القدم، واللي أو تم تدشينها تحديدا تحت شعار الإعلام والرياضة من أجل تشجيع السياحة الرياضية. البطولة دي أحمد شارك فيها لاعبين من 11 دولة أفريقية، وبتعتبر فرصة حقيقية لخلق مساحة للحوار ما بين الثقافات المختلفة للدول. طبعا ده هيدعم السياحة الرياضية والاستثمار الرياضي في مصر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور محمود عزت، رئيس بطولة مصر الدولية للسياحة الرياضية لكرة القدم. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك في صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا فندم. صباح النور. صباح الخير يا استاذ محمود. اهلا وسهلا بك. يعني صباح الخير. يعني حابين حضرتك تكلمنا عن الفعاليات والانشطه اللي شهدتها بطوله مصر الدوليه للسياحه الرياضيه لكره القدم. هي طبعا بطوله مصر الدوليه للسياحه الرياضيه لكره القدم هي البطوله رقم 11. البطوله بتقام من عام 2014، اقيمت لاول مره في مدينه الاسكندريه تحت مسمى بطولة الإسكندرية الدولية للصحفيين والإعلاميين. وبعد كده عام 2018 انتقلنا لمدينة الغردقة، بحكم إن مدينة الغردقة وشرم الشيخ مدن يعني سياحية من الدرجة الأولى، وطبعا كان في ترحيب من الوفود والدول المشاركة في البطولة. نعم. ما يجوا الغردقة وشرم الشيخ. طبعا عملنا ده بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الإدارة العامة للسياحة الرياضية. احنا ننظم البطولة على مدار يعني حتى الآن 11 نسخة، وكانت كل نسخة كان بيبقى فيها دول مشاركة من جنسيات مختلفة ودول مختلفة. طب لو هنتكلم يا استاذ محمود على النسخة الحالية، ايه ابرز الدول المشاركة في فعاليات وأنشطة البطولة، واهم ما يميز هذه النسخة عن النسخ الماضية؟ النسخة دي شارك فيها فريق من جامعة سنغور الأفريقية للتنمية الدولية. الفريق ده ضم 11 جنسية أفريقية، اللاعبين اللي كانوا في الفريق كانوا بيضموا 11 جنسية من الدول الأفريقية، وشارك معانا مشاركة متميزة من المملكة المغربية وكازاخستان شاركت معانا. والفريق بقى الفرق المصريه كان في فريق البحر الاحمر وفريق الاسكندريه. نعم. كان قوام البطوله كان حوالي 6 فرق من حوالي يعني كده 15 جنسيه مختلفه، يعني بينهم المملكه المغربيه والدول الافريقيه المشاركه وكازاخستان. طيب لو بنتكلم عن يمكن التسويق للبطولة دي، ازاي سوقتوا للبطولة وبأكبر قدر ممكن لو خلينا نقول؟ هي البطولة طبعا بتقام من اساس في القارة الأوروبية. مصر هي الدولة العربية والأفريقية الوحيدة اللي البطولة خرجت من القارة الأوروبية لتقام على أرضها، وده كان منذ عام 2014 زي ما ذكرت. طبعا من خلال الشركة المنظمة والشركة المنفذة بيتم عمل حملة تسويقية للبطولة في جميع وسائل الإعلام. من خلال النتورك الدولية للبطولة، لأن كل الفرق المشاركة ده بتبقى من خلال شبكة بالتسويق، زي البطولة ما بيتم إقامتها في مصر بيتسوق لها من خلال كل الدول المشاركة خارج مصر. طبعا تقام مثلا في ليتوانيا او في ارمينيا او في اي دوله اوروبيه اخرى بيتم التسويق، والعكس صحيح يعني. ومن خلال طبعا وزاره الشباب والرياضه، الاداره العامه للسياحه الرياضيه واداره الاعلام بوزاره الشباب والرياضه بيتم طبعا التسويق للبطوله لخروجها بالشكل اللائق بمصر يعني. نعم. طيب دكتور محمود، لو هنتكلم على أهم الرسائل أو الأهداف اللي بتقدمها هذه البطولة تحديدا، أو الأهداف المرجو من إقامة البطولة تحديدا. احنا طبعا زي ما احنا البطولة هذا العام تحت شعار بتقام تحت شعار الإعلام والرياضة لتشجيع السياحة والاستثمار الرياضي في مصر. سبق إقامة البطولة مشاركة يعني بصفتي ان انا برضو بشتغل في مكتبة الاسكندرية، رئيس فريق عمل مركز الدراسات الاستراتيجية بالمكتبة. طبعاً. استضفنا الفريق المغربي اللي كان مكون من كبار الاعلاميين واساتذة الجامعة المختلفة في المغرب. استضفناهم في مكتبة الاسكندرية وعملنا حلقة نقاشية تحت عنوان مستقبل القوى الناعمة في الوطن العربي، مصر والمغرب نموذجا. وكان الحديث في تلك الحلقة النقاشية اللي سبقت البطولة بيوم في الإسكندرية في المكتبة
الحديث كان حول أدوات القوى الناعمة في مصر، الأدوات الثقافية والسياحية في مصر وفي المغرب كذلك، التجربة المغربية في كأس العالم، التجربة اللي كانت لها نجاح كبير يعني. صحيح. على كل حال احنا بنتمنى لكم التوفيق. بنشكرك دكتور محمود عزت رئيس بطولة مصر الدولية للسياحة الرياضية لكرة القدم، شكرا لك يا فندم.